السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، حياكم الله. رمضان كريم عليكم، رمضان الصحة، رمضان العافية. اليوم جايب لكم سالفة من سوالف قصص السحارة والمشعوذين والكذابين اللي يضحكون على الناس. هاي اكو واحد حكموه اعدام واصدقائه يبكون عليه واهله وقرايبه كلهم ملتمين قاعدين يبكون عليه. الاسبوع الجاي ينفذون به حكم الاعدام. جاهم واحد بالمنطقه قال لهم اقدر انا اخلصه من الاعدام. قالوا له يا معود تحكي صدق؟ قال لهم الموضوع يمي. قال لهم اكو سحار معروف اذا هذا رحنا له يقدر ينقذه من الاعدام. تعرفون الغرقان يتشلب بقشايه على قولته هن. راحوا لهذا السحار، استقبلهم السحار، سلام عليكم السلام. قالوا له بنا محكوم اعدام. قال لهم اعطوني اسمه. خذ اسمه. قال لهم اقدر انقذه من الاعدام بس الموضوع يكلف. ايش قد يكلف؟ قال لهم الموضوع يكلف 20,000 دولار. عين السحاره تتعاملوا كلها بالدولار مو بالعراقي، لو بس الدولار صاعد. قال لهم الموضوع يكلف 20,000 دولار واقدر اني مو بس انقذه من الاعدام، اقدر اطلعه. قال له تحكي صدق؟ قال لهم شلون لعد؟ قال لهم اني الشيخ ابو فلان كل الناس تسولف فيه. ذول العالم همنا وضعيتهم الماديه تعبانه، راحوا وباعوا بيتهم وجابوا له الدفترين انطوها لهذا السحار. قالوا له زين ايش قد ويطلع؟ قال لهم تعطوني مهله 5 ايام وتلقون ابنكم طالع من الاعدام وبعد 7 ايام يعدموه. قال لهم اعطوني مهله 5 ايام. المهم جابوا له الفلوس، راحت ايام جت ايام، ابنهم انحكم انعدم. رجعوا للسحار قالوا له ترى بنا انعدم. لقوا السحار ماكو شارد، مخلي وفالت. هذول السحاره المشعوذين والكذابين واللي يضحكون على الناس، لا تثقون بيهم، اذوا الناس. هسه خلينا نروح للزميله ايناس الصافي وابو قصبه وام عباس السحاره، خلينا نشوف ايش راح يسوون ويا الشاعر علي المحمداوي، وكنا نعرف الشاعر علي المحمداوي ما يؤمن بالسحاره. خليكم ويانا. مساء الخير ومساء العافية ومساء المحبة على عيون مشاهدينا مشاهدي قناة زاكروس الفضائية، وحلقة جديدة من برنامج كشف المستور. ضيوف حلقتنا لهذا اليوم جدا رائعين. نرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم الشاعر علي المحمداوي. أهلا وسهلا. قلبك النوس الغالي، أهلا وسهلا بيك. رمضان كريم علينا وعلى الجميع يا رب، إن شاء الله الصحة والعافية والأمان. يخليك يا رب، نورتنا ونورت قناة زاكروس اليوم. يخليك يا رب. وضيف حلقتنا العالم الشيخ الروحاني ابو قصبه، مساء الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. مساء الخير عليك وعلى ضيوفك. يخليك يا رب. وعليكم السلام. والمعالجه الروحانيه ام عباس، يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بالست. يخليك، نورتينا. طبعا حلقتنا لهذا اليوم راح نكشف عن المستور وعن امور جدا اضرت بالمجتمع وهي السحر والشعوذه. شاعرنا الرائع. تدور قلبك. شنو رايك بموضوع السحر والشعوذه؟ هو الموضوع موجود، وهو هذا سبب دمار الشعب العراقي بصورة عامة، سبب دمار الشاب العراقي، سبب دمار عوائل كثيرة جاي تعاني من هذا الموضوع، وإن شاء الله يبعدنا من عندها. آمين يا رب. لكن إذا ترجعين بالنسبة لي أنا ما أؤمن به نهائياً. يعني السحر والشعوذة بصورة عامة ما تؤمن به نهائياً؟ ما أؤمن به نهائياً. زين، بس السحر مذكور ومذكور بالقرآن. مذكور، قلت ليش مذكور وموجود، أنا بالنسبة لي ما أؤمن به. كذب من الجمهور وان صدقوا. زين، شنو رايك بالعالم اللي تؤمن به وتتزاول به؟ هي هاي طامه كبرى، هذا البشر من يبتعد من الله سبحانه وتعالى لازم يؤمن بهاي السوالف، فهذا بسبب ابتعادهم عن الله سبحانه وتعالى، لازم يؤمنون بهاي السوالف. وهي هاي مصيبه، يعني لو انا عندي سلطه بالقضاء لا العب بيهم طوبه. ايش تسوي يعني؟ اعدام والله. بس يعني الحمد لله والشكر على كل حال. بالضبط. يعني مع احترامات ضيوفك، بس يعني اتمنى ما ياخذوا عليهم، لان انا حسب ما عرفت هم معالجين مو بالضبط، معالجين روحانيين. شيخنا شنو رايك بكلام الشاعر؟ بنتي العزيزه، نعم، اكو فرق بين السحر والشعوذه وبين الاعمال الروحانيه. انا بالنسبه لي معالج روحاني، يعني اللي بيجني اطلع من يمه الجني. اللي يريد يصير مشهور يجي علي، اللي عنده مشكله يجي علي، المطلقه تجي علي، انا كل الفئات تراجعني. انا بالنسبه لي اعالج الناس، اكو عالم تشتغل على السحر، على الشعوذه، على الكذب، على الدجل. بس شيخنا يريد يصير مشهور يجيك؟ طبعا اكيد. عندك لازم الجن مالتك مسي؟ لا، عندي خرز اعطيه اياه ويروح يمشي يتوكل على الله واموره كلها تصير زينه. هو من البدايه توكل على الله، ليش خرزتك؟ انا بالنسبه لي اشتغل شغلات روحانيه، هاي الخرزه خلي بيها جني، عندي جني صالح وعندي جني غير صالح. انطي هاي الخرزه واذا ما عنده فلوس يدفع فلوس الخرزه. عندك جن غير صالح، انت مالك علاقه بالله. لا لا حبيبي اسمعني. جاي تقول عندك جن غير صالح؟ عندي جن غير صالح، مرات اكو عالم يحبون ياذون، انا ادز لهم الجن الغير صالح. تحب تاذي؟ اي خلنا خدمك شلون؟ اجتني قبل كم يوم وحده قالت انا رجلي مسوي لي سحر، وكشفت عليها طلع صدق رجلها مسوي سحر. انا دزيت جن رجلها، خليت رجلها لا ينام الصبح ولا ينام بالليل. حاشت ايدك. لان هو هذا رجلها هو يشتغل بالسحر وبالشعوذه. وانت انت تشتغل بالدين يعني. انا خالد كم جني جوا ايدي مشعوذين. الله يحفظهم ولك، يتربون بعزك ان شاء الله. كم واحد عندي. انا مربيهم على ايدي هذول الجن اللي عندي. اي خطير. اي هذول مشعوذين، هذول شوي وقحين. من ندزهم على واحد يلعبون بيه جوله. بودغارديه هذول. لا لا يعني ذاك اليوم سيت مقاول. مقاول باق كلش قويه على جسر باحد شوارع بغداد. هذا المقاول جوني عليه مسؤولين، انا دزيت له جني خليته تدري شنو يمشي بالشارع شلون المخبل. زين شيخ يجوك مشاهير يمك؟ نجوم هواي جوني، هواي نجوم جوني. معود ودار جنه على مود جسر يا مشاهير. لا هذا مقاول، مقاول باقي فلوس مال جسر، وانا سويت له لطشته بجني خليته يرعص بالشوارع يمشي مثل مخبر. بلط وحده. زين ايه شيخ يعني هسه يجوك مشاهير تسوي لهم نجوم لواعيب طب شعراء. هو حضرته يمكن شاعر مو؟ ايه يعني شايفه شايفه يطلع مرات اقلب على التيك توك. بس لا انداز للجني. لا لا هو ظاهر بيستهزئ وما يؤمن بينا. يعني انت شنو بنظرك هو هسه مؤمن او مو مؤمن بالموضوع؟ لازم اخذ له خيره واشوف عنده جن لو ما عنده. شو تقول علاوي؟ شو اخذ له خيره؟ دخل ياخذ لك خيره. والله جرب. خلينا نجرب. شنو اسمه هو بابا؟ علي. شنو؟ لا ليش تطين؟ لا تطين اسمي ما دام هو روحاني وعنده جن. انا اعطيك اياه بالارقام. ما يصير بس طيني اسمه، اعطيك اياه بالارقام غير انت روحاني وعندك جني. اعطيني بس اسمك شنو؟ اي 70 30 10 حبيبي قسمها. حبيبي اسمعني انت تعطيني اسمك انا صاخر الجن اللي عندي. هي انت شنو عندك جن وما تعرف بالارقام؟ شنو روحاني وما تعرف بالارقام؟ شنو اسمك؟ انا ما اعطيتك اياه بالارقام. ما اشتغل على هاي الشعوذه. خليني اختصره اسمه علي. علي انت تحكي هاي مال الارقام، هاي يشتغلون بها هذول المبتدئين مو ابو قصبه. هاي مال المبتدئين مال الارقام. ابو قصبه من ساعه معترض انت على القصبه. لا ما اعترضت على القصبه، اعترضت ليه مشحوف ما تحرك. ليه تقول كذابين ومشعوذين؟ يلا اسمع علي، اسمع علي، اسمع علي. احكي لي على الارقام هاي مال المبتدئين. لا بس اسمع علي يا معود. علاوي عندك جن دائما ينطقك. اي دائما. اي 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 مسويت لك وحده عمل ترى. اي ما شاء الله. حتى رزقك ماكو رايح. ما شاء الله. علاوي عندك بنيه مسوي عمليه ببيتكم؟ لا. والدك خطيه مريض شبيه؟ مريض والد صح. ايش بيه خطيه؟ بيجرط هاي الكل تدري، هاي بالاعلام انا حاكيها. انا ما اعرف حياتك الشخصيه ولا شايفك قبل ولا سامعك. لا شلون من ساعه تقول انا شايفك؟ شايفك على التيك توك مرات تطلع بمهرجان وبس تعيط، وش ما مفتين منك؟ اي عبالي مهوال. اي عبالي مهوال يطلع بالتيك توك. ها يا بابا هاي يا معود هسه احتراما لشيفتك بس احكي عدل. علاوي منو هاي البنيه اللي طلبك فلوس؟ والله كل البنات يطلبون فلوس. ها؟ اي نمشي يا معود الكلاوات هاي. معجباتك كلش هواي علاوي. اكثر من الشبل ولهيتك. اي اكو واحد من اخوتك يوميا يكتلك يبسطك. ليش تضحك ليش؟ الحمد لله والشكران الكبير بالبيت اول شيء الله الكبير، واخوتي كلهم واصلين يعني. ما اعرف واحد يوميا كلهم دارسين. واحد يوميا يقتلوك انت بس ما تقول. واحد يوميا علاوي علاوي خلي احكيه يوميا يكفك راجته على اذانك واذانك بيها جراحه. لا بيها جني. اي لا لا عالج دكتور ترى اذانك سوى عمليه. عالج دكتور ولا راجع؟ عالج روح الدكتور روح ان شاء الله وتعال معالج روحاني مثلي انا عالجك احسن من الدكتور. والله انت ما تقدر تعالج روحك. راجع دكتور راجع. كمل تراجع دكتور، تجي المعالج روحاني يعالجك. لا انا اجي يمك بعد. انت الخير والبركه. ليش بعد الدكاتره عرامات متعبين نفسهم وسنين يدرسون وهاي. انا شوي وانت عاد حاضر شغلتك. مو يكلف بخوره غالي. بخوره غالي مكلف شو هذولاك شاهدهم جايبينها استغفر الله. علاوي ايش فيها رجلك اليمنى؟ هاي من كنت العب طوبه قولت جاي تستهزئ بعد عمك لو شنو؟ رجلك اليمنى شنو؟ يعني شو بتنعرج؟ لا ما تنام بالليل تون عليك. تون علي؟ لاوي ما بعد اخي بتيني بشي. انت رايح الروحاني مسوي لك مطيك خرزه حتى العالم تدز عليك بالمهرجانات، تدري لو لا؟ علاوي هاي الخرزه قالبه ضدك. وما تقول لي؟ تتصور انت صار لك 3 اشهر قاعد بسبب هاي الخرزه. اصلا انا صار 4 سنين ما منزل عمل. يلا خلينا. لا مهرجانات انت كنت عايش على المهرجانات. صار 4 سنين انا ما منزل ولا رايح مهرجان، انا موقف اعمالي نهائيا. لا وهاي الخرزه قالبه عليك. خوش اذا تريد شو نسوي لها؟ انا عندي خرزه اذا تريد هاي عندي بس مو هسه لازم اقرا عليها. يلا انطيك اياها لان انا حبيته. خطيه يا عمري بيته مهجوم يا عمري. هاي عندي بس اقرا لك عليها واعطيك اياها ورا الحلقه. عمي هديه من يمي هاي يا عمري. ولو ب3 ملايين هاي غاليه. ليش؟ 3 ملايين هاي. كان اشتريت لك محبس لابس ب2000 وعنده خرزه ب3 ملايين، كل محابسك ب2000. هذا اصلي، هذا ضد الرصاص. هذا ضد الرصاص. أيوة. وين لقوا بجثه الشهيد؟ هذا مال هذا مال محبه يا محبه، وهذا مال عطف، وهذا مال مشاكل. استاذ علي ما مؤمن بكلامك ولا واثق بيه. بالله انا جم سويته. بالله الطينه نجم واحد. نوب دنيا بارده قمت ارجف. قمت علي واجف من البرد والله. قمت ارجف علي. جايني اتغلس. يا نجم انت مسوي. جايني هواي نجوم جايني. عندك امكانيه وقدره تثبت ان هذا الكلام الي وللاستاذ علي وللمشاهدين كلهم. جيبي لي اي واحد يثبت لك من ابو قصبه. انتوا ناصبين عليه. هاي مؤامره عليه. احنا مو ناصبين عليك، احنا نريد تثبت لنا كلامك انه اكو بيه مصداقيه تقدر تسوي شيء. مو هو اللي يقيمنا، انا ابو قصبه. احنا نريد الاليه واله وللمشاهدين كلهم. صيحي اي واحد بالشارع، ماكو واحد هنا همي هذا الرجال. صيحيه عمي. مساء الخير. اهلا، شلون الصحه عيوني؟ اهلا مرحبا. احنا قناه زاكروس، حابين تشاركون ويانا؟ يا الله السلام عليكم. نعرفكم الشاعر علي المحمداوي. شلونك استاذ؟ شلونك حبيبي؟ متابعينك والله. المعالج الروحاني ابو قصبه. اهلا وسهلا مرحبا. المعالج الروحاني ام عباس. وين لازمته وبغير بيجين ما بيحل بعد ما يقدر يبين. الشيخ اهلا شيخ. ياخذ لكم خيره، شنو رايكم؟ والله بعد احسن اذا خيره يعني ايه ان شاء الله زينه. بعد عمك عرفتني؟ لا والله ما اعرفك، ما شايفك والله زغرا بيك. ما تعرفني؟ لا ما شايفك والله. ما يعرفني. شفت انه مستطرق. اعرف الاستاذ علي شاعر ومعروف. يعرفني. شفت وعلم يا حبيبي في دول قلبي. الكل شافت. هذا الرجال الكبير ما يعرفني. لا والله ما اعرفه. عمي شنو اسمك؟ اسمي علي. بابا هيجي غمض عيونك وفتحها. افتح يا الله علي. ضرب جزاء ملكة الجنة. تعرفون هاي البنية الحلوة شو تصير من يمه؟ اكيد بنته. هاي زوجته. انت صحيح؟ زوجتي الصغيره الحمد لله. ما شاء الله. شلون عرفت انت زين؟ وياك بعد عمك العالم الروحاني ابو قصبه. اي والله عفية. كل شيء يعرف. عفية يعرف هذه. يشوف الانسان بالقصبه. اي يا الله. زين انت ليش عايف زوجتك الثانيه الاولى خطيه؟ الاولى ليش عايفها؟ لا ما عايفها، موجوده وبيتها ما شاء الله. ابنك ليش خاله بدون كليه؟ يابا ابني انا ما عايفه. بس بصراحه هو هم راد يروح على الكليات الاهليه، قلت له الحكم ما ابي شيء. بس هاي شلون عرفت المعلومه انت؟ انت عايف زوجتك الاولى وعايف جهالك. لا ما عايفه يابا. شلون عايفه؟ على مودها مشاكل. لا ما اخذ السياره ب4 دفاتر. لا طبعا ما اخذها غير زوجتي حبيبتي. شلون ما اخذ السياره ب4 دفاتر وابنك باقي دايح بالشوارع؟ لا ما نقبل دايح شيخ. على اساس اقول لك ما يجوز هذا الكلام يا شيخ. كنا يعني يهتمون سويت لك سحر. لا يا سحر. لا ما نقبل. لا يجي بيتكم بطنه منفوخه. لا يجي بيتكم بطنه منفوخه من السحر. ممنونه منكم جزيل الشكر. زين بيتكم شيخ تفضل. شيخ ما يجوز هذا الكلام. هذا يجي بيتكم بس ما يجوز هذا الكلام. انت هيك تسبب مشاكل للناس. علي لعدم لقاءات. بس علي هو حكى مواضيع هي فعلا وياهم. عمي هجا سحر. عمي هاي سحر. اي بس انه هو حكى كلام انه هو فعلا صاير. وين صاير؟ قال لك كذا هسه. قال لك كذب. قال له لا عايف زوجتي. قال شنو؟ قال له كذب شنو؟ لا قال لي انا عايف، عايف بيتي. قال لي قال ما عايف هسه هاي كاميرات ويعيد انت جاي اسقط بيك، اسقط بيك. ايش عد وياك؟ اقول لك باوي ترى ايش عد وياك؟ انت مدفوع علي، انت ملابسنا على المنصه، ملابسني بالشارع، حتى انا مدفوع عليك. عرفت اكو جنه هيك يحرك لسانه ويخليه يحكي علاوي، كل اسرارك اعرفها. والله دا يقول لي بجن اسمه علاوي، اسمه الحقيقه علي. دا يقول لي شنو اسمه؟ اي علي. لا مو ذول الفنانين دائما يجوني بس وابقى اطلبهم فلوس ويشردهم مني. الجن قال له اسمه علاوي، لعدته بالساعه شلون اخذت خيره؟ غير كان اسمه علي، قلنا لك علي. مو هسه تاكدت جاني الجن الثاني، انا عندي اثنين اسخرهم عليك جاي. والله ما تقدر تسخر نمله، لان انت عندك جن على لسانك هو دا يحكيك. زين العدك يجوز اقوى من الجن العده، سخرهم. ايناس ما كمل البرنامج. لا 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 علاوي، لا علاوي الخاطر. جايبت لي واحد مشعوذ بشرط. لا ميخالف مو مشعوذ، هذا معود. وين ابل شو اسمه؟ قول يا مشعوذ. لا لا هذا منين الشلع؟ لا 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 اهدى علي، علي خلينا نكمل. هذا قصبه جايب ابو قصبه، ابو يا قصبه عمي، لا قصبه وما ادري شو صار له ساعه ما ادري شي. بس لا لا اسكت مليوناني. تفضل تفضل. لا 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 خاطرنا الخاطر يا علي، لا والله روح علي. لا الخاطر خليه يحكي عدل احتراما للشيبات. مخالفاني ما اقبل طبعا الاساءه لك ولام عباس. الشيبات هسه احنا قاعدين، لا يعني ما اقبل الاساءه بصوره عامه، ما مسموح. استاذ علي لا يخش شكل. استاذ علي تعال نوار لبسه صوت هذا يجوز. طول بالك صاير عصبي علي. هذا شايفنا بس بالتلفزيون وهسه قاعد هنا بس بالتلفزيون يشوفنا. مخالف طول بالك. انا بهذا اللقاء كله احب انه يوصل رساله عن هذه الامور، فانت لازم تساعدني. لا تخلي اللي يحترم نفسه ولا يبقى يسولف بهاي السوالف، جن وما ادري شنو شعوذه، جن ما تخلي يدفينا الجو. انا صوتي اليوم جيت بهاي الحلقه، انا صوتي يا شيخ. اهدى شيخ ابو قصبه، اهدى اهدى نريد نمشي الحلقه. شيخ اسمه ابو قصبه استغفر الله، وشاعر مهم، ويعني كل قصائده تتغنى بحب العراق وبحب الوطن. نجوم شعارات تجي عندك، انا ما سامع. مهم عندك لا المهزله هاي. مهم عنده هوايه ناس بالعراق. وانا مو مهم هو اقول يعني لك هو يعرف الفن بصوره عامه، وخاصه كره القدم ما بيها مجامله، هو يدرب هاي. هو يعني احنا بس لا انت هم جبت لنا كاساسيه. لا حتى نعاتب يونس محمود ولا لا؟ مو انا انا مو ما جبت، ما اتدخل بالطابه. احنا نتمنى نهدى رجاء ونرجع من جديد نكمل الحلقه. استغفر الله العظيم. اللهم صبر شعور. لا تأشر هيك، نزل ايدك احترام، خلي احترام، نزل ايدك. جدا اسف. احتراما لشيباتك، ترى جيبوا عصير للأستاذ علي، احتراما لشيباتك. هذا عصير احتراما لشيباتك. ساكتين يلا يلا نهدأ شباب. والله تمنيتك شاب بقدي. لا خلي مو ابو قصبه، ام قصبه ما تتلاحق لك. اوكي اوكي هذا تجاوزه باخلاقي. ممكن يا شيخ تهدأ، نريد نكمل الحلقه. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. لا احتراما لكم والله شاهد، احتراما لكم والانوس الغاليه، وانت هم صديق عزيز يعني. الله شاهد في دول عمرك استاذ. يلا انوس يلا نرجع. يلا 3 2 1 اكشن. ام عباس عندك قدره وامكانيه تثبتي لنا انه انت قادره على اعمال وتاخذين خيره وهذه التفاصيل. طبعا انت معروفه على السوشيال ميديا، بس انه فعليا اريد احنا يعني قدامنا، قدام علي المحمداوي، قدام ضيوفنا ان شاء الله مشاهدينا ان شاء الله ان شاء الله. بس انا راح اقول لك شيء اللي هو والله العظيم انا لو ادري هذا جاي هنا يعني انتوا هنا دازين علي، والله داعوف اللقاء واطلع. ليش؟ المفروض اليوم تفتخرين قاعدة ابو قصوى، تفتخرين المفروض اليوم يروح حتى اثنين بالشارع ما يعرفون. وانت من اللي يعرفك؟ روح بابا روح اعطي لان النظارة ما تعبستك. والله اطلع من البرنامج يعني ما تزعلون علي يا شكو. انزلهم بالسلامه زعلان عليك. زين والله العظيم يعني ليش انتوا تزعلون علي؟ يا شيخ قدراتي يقوم علي يعني ما تبيني احشي. وش ما تفتهمين؟ اسالي الاستاذ، استاذ شلون قدراتي؟ يدافعنش طبعا هذا الظاهر مراجعك. بس تقول هذا انت بس احترم شويه. انت يعني شيباتك وهاي الروحانيات اللي تسولف بيهن ما علموك شلون تحترم حديث؟ علموني مو انت تعلمني. يعني انا اصغر منك اجدادي علموني شلون اسولف وشلون احكي منك عدب مضيف. زين تقعد مضيف ترفع ايدك على مرة كلاوتشيه. والله انت الكلاوتشي بالقران الكريم خرزه يقشمر بها العالم. انت ليش ما تحترم نفسك؟ شلون ترفع ايدك على مرة؟ وين الحمايه مالتي؟ صيح ولا حمايه؟ وين يا معود يا هو يا حمود؟ الحمايه وينهم؟ والله صيح ولا الحمايه مالته؟ هلا شوف اليوم الزلمه ايش راح تسوي؟ اليوم بدي اسوي معركه انا. والله معلش يا الله جاي على حلقه جاي على معركه، قول يا الله شوف اليوم ايش راح اسوي؟ اليوم ناوي يجوز عركه بالبلاي، ما عندنا لا هو ولا حمايتك. المصطلحات هاي مال عركه بالبلاي، هذا البلاي مال صغار يلعبون. والله حمايتك وين حمايتك؟ والله صي عليهم. شايفين شرة ونهي الحلقه ابويا. لا عده جنين انتم يعني كلش متوترين. زين انت مو عندك جن الا العلم الخال حمايه، خلي الجن مالتك يحميك. مقهور عليك انا، انت عندك جن. ما بضر على روحك. اذا دزلك بعد جن خيره خليك هنا هسه ترعص. هيك هيك خليك. شايف الحيه هيك من الظل هيك تمشي ترعص. الحيه ترعص؟ ايش ترعص مرات الحيه؟ اول مره اسمع حكي معلومه. ترعص الحيه. ترعص هيك ترعص ترعص من تمشي سريع. قصدك دايخ. شو فهمك انت شايف حيه قبل؟ والله ذكرتني بواحد الله يرحمه. امشان هيلق مثلك. زين، شو رايكم تهدون شويه؟ نرجع لأم عباس، ما تعطوها مجال، كل مره المراه افتح وياها الموضوع. هو ما جاي يعطي مجال، عمي خلي المراه تسولف. والله سيد على عيني وعلى راسي، يسلم عليك قاعدين مع احتراماتي لكم والله. بس انا جيبي لي اي احد هسه من الشارع مستطرق، انا احكي له كل شيء. تمام. اثبت قدراتي قدامكم. إذا أنتم ما عندكم ثقة وما واثقين بي، أنا أم عباس بابا معروفة على مستوى. يلا يا أم عباس أنا أريد اليوم تراوينا. سنوات هذا الشاب هذا الشاب صيحي عيني، هذا الشاب مساء الخير صيحي له صيحي له. إي وياك أنت، إحنا قناة زاكروس بدنا نقدم برنامج. شنو رأيك تشارك ويانا؟ شنو فقراتكم؟ تعالوا نسولف بفقراتنا. غير تعرف تقول لي الأول شيء الشاعر علي المحمداوي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عم دور قلبك. السلام عليكم. الشيخ الروحاني ابو الاسود. ما اقدر اقوم عندك بركاتك. لا صحه وسلامه. المعالجه الروحانيه يا ام عباس. اهلا وسهلا بك. شنو رايك تاخذ لك حيره؟ اجي بصوره عامه. ماما عباس معروفه على مستوى، على التواصل الاجتماعي معروفه، والعالم والدنيا والسلف كلها تعرفني. سامع بك. تعال ماما تعال، انت مهموم. تعال تعال سودة علي، تعال امه، تعال ابني، تعال تفضل. اوكي تمام. مو هسه هو هسه الشيخ الزامط بيا قدام الاستاذ الشاعر الكبير. زين احتراماتي له وتقديري. يوم انت قبل فتره صايره عندك مشكله بالبيت ويا امك، وزوجتك ما اخذتك ومطلعتك من البيت، وقالت لك تطلع من البيت الا تشتري لي بيت وتطلعني من امك، ما اريد امك. بس لحظه، هاي مسائل شخصيه يعني. المهم صاير هيك شيء ولا تدار يعني. صلي على النبي، صلي على النبي. لا مسائل شخصيه هاي ما يصير تطلع عليك اصلا. متعارك ويا امك يوم وصايره مشكله وبالشارع. اوكي يعني المشاكل الشخصيه وزوجتك شارطه عليك لا راح نخليها تطلع على الجو، بس احنا نريد انه علي دا يشوف انه اكو مصداقيه بالكلام. صحيح هذا الكلام اكو هيك مشكله، بس يعني مو بهذا زين. بس مره قصتك ثانيه، انت شلون اخذتي له الخيره قبل ولا اخذتي اسمه؟ لا بدون اسمه. انا اكشف شكو مذموم، شكو مخفي انا. هاي عيوني تشوف، عيوني تشوف. يقول لك اي صحيح ماكو هيك، عندك مشكله. زين خلي تكمل. عندك مشكله، أنا دا باوع بعيوني ودا أشوف شو عنده ما عنده. ما أخذته زوجته وهسه عازلين لها ببيت وعايف أمي. صحيح هذا الكلام؟ صحيح. بس ماما أنت راح ترجع. بس الوالدة يعني غلطت بحقها هواي يعني. إيه. بس راح ترجع نادما. شهرين 3 أشهر أنت راجع ببيت أمك. أنا راح أنطيك بخورات وراح انطيك شغلات. راح تطلق وتخسر امك. لا ان شاء الله ما يطلق. تريدنا خليك تعوف زوجتك؟ بس يا بيتي شلون يعني اعوفن؟ انت تعوف امك لو تعوف زوجتك. هاي انت قاعد تحطيني بين نارين، بين زوجتي وبين امي يعني. انت اختار، تريدني ارجعك لامك لو تريدني اخليك تعوف زوجتك. الوالده لا يعلى عليها طبعا يعني. تعال شو تخليه يطلق؟ شنو؟ اي راح اخليه يطلق يرجع لامه. انت كذا تجي اي اخليه ازوجه 3 ازوجه 4. عاد حلوات لو هيك. طبعا طبعا هسه راح انطيك تقريبا حلوات. انت بس قل لي حكيها صحيح؟ صحيح. وقاعد قبالي؟ الحمد لله. يعني عايف امك على مود زوجتك؟ انا عايف هاي وعايف هاي يعني. هي المشكله يعني صارت المشكله وعلت صوتي عليها هوايه يعني. تعلي صوتك على امك؟ ايوه وقاعد قبالي صاير عصبي. زين انت مو بس هاي الفقره، انت لاحظ انه ام عباس تقول له قوم ماما قوم ما لك علاقه، خذ الرقم مالتي سجل يمك، طلق مرتين سجل رقم يمك وما يكون خاطرك طيب. لا لا بالعكس علاوي حبيبي يوم الله يوفقك ان شاء الله ويفتح لك باب ان شاء الله. ممنونه منك للمشاركه. سجل رقم يمك، سجل رقم يمك وخابرني وما يكون خاطرك. لا انت تهجمني خابرها ولا 12 بالليل السحر على مود السحر. انا للصبح ابقى قاعده. لا ليش جوز الامور صحيحه يعني ما هو الجن جوز تحل يعني المشاكل العائليه. شوف يعني اليوم هواي عوائل تخرب من هذا الموضوع يعني من خلال شاشه زاكروس نطرح هذا الموضوع اليوم. الله اعلم الكل شيء ان شاء الله اكيد ونعمه بالله. لكن اكو وسطاء اليوم بهاي الدنيا يعني انت وسطاء سحره. اي وسطاء يعني ها يعني انت ما تؤمن بالسحر؟ ما امن نهائيا. شنو رب العالمين خالق الجن والانس. تفضل ماما يا عيني ممنون. لا شكرا لك، شكرا منك استاذ وشكرا على تفهمك. لا مو تفهمي، انت جاي تقول عايف امك معلي صوتك على امك ونقول لك يعني فضائيه هو خطا وصار يعني تدري كم واحد راح يشوفك وما يخالفه ولا يقول انا يعني زعلان على هذا الموقف. صوته على امه تدري شنو لو لا علاوي وهو يقول اني ندمان وغلطان انه سويت هذا الشيء. راح ارجع انا لامي راح ارجع واخليه يعوف زوجتي. شنو رايك؟ شنو رايك؟ ترى طريقه كان الموضوع انه اني اطلقك وازوج. انا اشوف هذا الكلام هجماني بيوت. بويه لا علي بويه ماكو هيك ماكو. ليش؟ سؤال شيخ ليش يعني انت مدى تشوف انه هاي الامور فعلا موجوده بالمجتمع عندنا؟ يجوز اتفاق انه ليش ماكو سحره هسه بمجتمعنا؟ اكو ولا ماكو بس هسه الجاي يصير انا اشك باتفاق يعني. ليش اتفاق؟ ليش من اي ناحيه؟ ليش بويه هو مو لجنه كل شوي قاعد يقيمنا شنو رايكم شنو رايك؟ انت قلتي لقاءات تستقبل اتصالات من الجمهور. احنا نريد نشوف انه ما ثق بهذا الموضوع. احنا نريد نثبت له هو لجنه. ليش ما نثبت له؟ شنو كل شوي تقولي لي هسه انت لو شاعر نصير لجنه عليه. هو من السياب هو؟ لا يعني هو هم شاعر إلى اسمه وإلى مكانيته ومعروف وإلى جمهوره وفانزاته. شنو رأيكم شنو رأيك؟ لا أكيد أكيد لأن هو مدى يثقف كلامكم. أنت ليش عصبي؟ علي ما تشمر السبحة ترى احترمتك هواي. أقول لك باوي احترمتك هواي. أنا اللي احترمتك هواي زين لا لا راح تخلي صبري إذا نفذ ما راح أحترم شيباتك. أنا اللي احترمتك هواي شيباتك واقفة قبالي صار ساعة هينين بيتي وياه. يا عزيزي يا عيوني يا شيخ كل الاحترام إلك يعني كل الاحترام إلك بس هو لازم احنا نريده يثق يريد يثق يعني. انت وياه تحلمين تقعدين يم العالم نروح انا بقصوى. يا الله اهدي اهدي انت سكتي داخليا سكتي اهدي شوي. انت برنامج طالع قدام العالم برنامج فضائي اول المسبوع ومو موضوع اتوسل. انا حابه انه يجي لو مفردات انا اكون هاي كنت نقصر ترى عصبني. اريد يعني يجي اريد ان شاء الله احترم باللقاءات ما تطلع شيخ الشارع اسلوب الشارع. احترم نفسك يقول يمكن قصب اللقاء لاسلوب الشارع. هاي احترم نفسك مو انتم امثالكم لازم واحد ينزل لمستواكم. انا لا تحطني وياي ما لي علاقه. زين لازم واحد ينزل لمستواكم لان انتم هذا مستواكم. مستواكم الشعوذه واللعب بالعالم بحول العالم ما تستحون نهائيا. انت ما تستحي والله ولا تستحي. انت ما تستحي. صار عصب هو هسه بس يقح يموت. لا 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 إلى طولة العمر هدوا شوية هدوا يعني ما كل يوم بس تزعلون علي. كافي وكل شوية واحد عايز بعد أحد منا خلينا ناخذ الأخيرة. شوف هاي البنوتة اللي جت مننا مستطرقة شوفيها خلينا ناخذ الأخيرة. اهدوا قولوا يا الله اهدوا كاف من الزوج. هاي البنوتة الحلوة هاي حبيبتي مساء الخير. أني؟ إيه حبيبتي أنتِ شلون الصحة؟ حبيبي إحنا قناة زاكروس وعندنا برنامج تشاركين ويانا؟ شنو الفقرة؟ انت تعاي وخليني احكي لك شنو الفقرة وتعرفي على ضيوفي بالاول الشاعر علي المحمداوي. بس شنو؟ خاف من التصوير. لا نوقف الكاميرا مو مشكلة تعالي. اوكي تمام. الشاعر علي المحمداوي شيخ الروحاني ابو قصبة المعالجة الروحانية ام عباس. اهلا وسهلا. يعني احنا نريد ام عباس تفتح لك فار شنو رايك؟ انا ام عباس هو سامعة بيها طبعا وبالبرامج يعني على التيك توك والبرامج هواي سامعه بيها. هي معروفه على الشباب. كنت اتمنى اوصل لها بس كنت ما اعرف يعني شلون اوصل لها. يلا حققنا الحلم بعد. الحمد لله. تعاي يوم تعاي وصلتي. يلا بعباس خلينا نشوف. تعاي حبيبتي حبيبتي. هي قبل شويه ابو قصبه. هي قبل شويه هجمت. لا ما صار ابو قصبه. ابي جوزها صار نشوف واحد يعرفك. وصلتي وصلتي حبيبتي وصلتي. شوفها خطيه مهمومه. بعبع وجهها صاير ب 24 ساعة مشاكل ويا زوجك. صحيح. مو؟ صحيح. زوجك متزوج عليك؟ اي. عنده اثنين هو. مو واحدة. صحيح. هم قول، هم اعترف. ها هسه قدامك خوف. عندك اثنين عليك. اي. زين؟ ودائما يضربك ويصير له دم. اخذ هو اخذ كل شيء من عند البيت. ويغلط عليك ويفشر وتاهمك تهمه هسه. صحيح. يقول لك انت طالعة من الطريق. اي اكيد مو جلي. ها شوفي شنو اكيد طالعه من الطريق. لا مو هي اكيد طالعه من الطريق. هي اكيد حكيها. لا لا حكيها ما حكيها حكيها. اي اي ما مخلي لها ما مخلي لك احترام بالبيت ودائما يطردك زعلانه لاهلك البيت خالك البيت عمتك مو صحيح هذا الكلام. اي فعلا هيك صاير وياك انت. بس انا اعرفها البنيه لا شايفتها قبل. لا تعرفيني ماما انت؟ لا بس سامعه بيا. انت طالعه وحدك؟ أنا لا أهلي موجودين. زين حبيبتي هذا زوجك يراد له علاج فأنا عالجة إلك. هيج ببيته. شو تريدين؟ أكسره إلك وتقعديه بالبيت؟ لو تريدين موته وتاخذين التقاعد مالته. لا والله موتي. عمي روحي راحتك ببيتك. قولي أنا أحكي هنا علاجك يمي مالك علاقة. يعني يرجع وفلوسي وبيتي وذيك يطلقها. اي هن اثنين وحده اثنين هن هو رجلك ابو نسوان. يا حبيبتي اخذ رقمي. عم تملك الموت. عم اخذ رقمي وراح اقول لك على فلوس بالبيت مخليهن بكارتونه. كارتونه مخليهن ورا الكنتور. ومخلي فوقها الملابس يمكن 10 ملايين. جيبيهن وانا اشتغله الك. سجلي رقم يمك. جيبيه الله محمد وعلي وياك روحانيين. انا اخذ 077025485002 اتصلي بي. جابوني خاله بس فدوى هذا مو تصوير. لا حبيبتي قطعنا بس انت راح تجيبين 10 ملايين. ودي 10 ملايين والله كريم. انا بس يرجع وطلق هذيك واخذ فلوسي وكل شيء ما اريد من عمي. اسوي لها شغلات تخبل. شكرا لك حبيبتي مالك علاقه بعد روحي توكلي. ها علي تقول احنا معالجين روحانيين وما ناخذ فلوس وهي ترادت 10 مليون. يا علي يا علي تخيلك يا علي. ها ابو قصبه يقولون ما تاخذون انتم غير. والله وقف مر خصك عيني. تشوت موتين الرجال عاد هسه هذا صار له ساعه. انا علي ما موت له واحد. اقول لك والله عظيمه موته له 10 ما موته. اسمعي بس موته لها على موديه تاخذ فلوس. انت لا تحكي تقول هذا لا تقول هذا. احترمتك هواي لا تقول هذا. تحترمني غصبا ما علي. ايش؟ زين جايني بلعبه ما طابه لابس الشفطه وجايني اللي ورا حل القاعه مال حديد للجيم. شفطه جايني بشفطه لابس. تضحك انس جاي تسوينا مو صح. هذا اللقاء بالنسبه لي لا بالعكس. ليش ما يعرض احنا لك تقول لي اطلق واكتله وموته. لا لا بابا انا معالجه. تكسر كسره مجبرتشي انه بتريد 10 ملايين. العشون العشون ما كسر. ده لبسه ذهب ذات 10 ملايين لابسته هاي صفر وجايه. لا انا ايش لابسه صفر. وانا عندي خير من الله بس ليش ما يعرض؟ بالعكس احنا نريد نكشف امور. اخاف من العيون. الغوا اللقاء لا يطلع. شلون نلغيه؟ الا روح انا. خاف ما تروح. روح وكفني شرك. ابو طيب تليفوناتي روح وكفني شرك. بس هات تليفوني. نسيت ما اشوف ما اشوف. الجن مالته الجن مالته حرامي. نسيت لا شوي عويناتي ما اشوف فيها. شلون تليفونك هذا؟ يا شيخ تليفوني عمي شيخنا تليفوني. ما ادري ما اشوف ما اشوف. عم انت شيخش. سكتي. اذا انت حتى تليفوني شلته. ما اشوف ما اشوف. واحد انقسم من الثاني. اقول لك لا تقول واحد انقسم من الثاني. كافي لغيت انت عرفت تحكي. الجن مالتك وين؟ انت صخر جن علي ايش بيك؟ اقلبك هسه. سوي لك فعاليه. اقلبك اريد اقلبه هسه. احضروا احضروا احضروا. مو تريد اقلبك. هاي اللي بحب مداوره راجعتني حتى تصير نجم. ما اريد اضحك قدام التلفزيون. راجعتني لا تدفع لا تدفع لا تدفع. النوم رجال كبير يا الله. لا تدفع. احضروا لك شو احضر؟ احضروا احضروا احضروه يا معوده. شنو هالكلاوات هاي؟ انا خفت من عندك. كلاوات يا معوده. شوف شكله، شوف شكله. احضروه احضر. والله حمداوي، حمداوي بعد ساعة صديق كذي توني بالقرار من البداية. الصفقة الشاعر علي المحمداوي. مشتاقين ابو حسين. الله والغالي نورتنا. شلونك؟ زين. شنو ما شنو الاخبار الامور؟ علاوي ايش قد مراجع روحانيين ابداعتي. قول الصدق علي وتروح وما تاخذني؟ الحرج تقول ايش قد مراجع ابو حسين الضلع والذهب. الذهب انا مو منبهك. اخوي انت اخوي. اخوي مو منبهك. اصير تخلينا مو منبهك. انا اخوي 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 بوسه. سمعونا الصفقه علي المحمداوي شاعر الصحاره. حبيب القلب اعطيني بوسه. كافي هسه. والله عرفت من قاموا ذول يحشون عن صدق وصحيح ما ادري شنو شكيت. علاوي بس ويا ام عباس موجوده ومعروفه لا تقول لي ام عباس. انا سامع بهيك اسم بس انا مؤمن. علاوي حبيبي مو انا اللي خابرتك، ايناس صديقتك خابرتك. صح ولا لا؟ اي صح والله. والله قلت لها بس هي النوبه حلفت هسه. شلون تحلفين؟ ترى ذول سحاره سحاره. شلون تحلفين علي؟ سهل سهل سهل. اعطيتك كفاره ابو حسين الغالي. سمعونا صفقه للشاعر علي المحمداوي. نورتني حبيبي يا عمري. زملائنا الممثلين يتفضلون يمي. بارده وينهم؟ هذول شفتهم كلهم ممثلين ما شاء الله. طبعا احنا علاوي جاي نخطط. تعال رجلش عندها 10 ملايين مو؟ لا ذيك لهم 10 ملايين. تعال وين ابو الاربع دفاتر؟ الممثله نور، الممثله شهد، ابو محمد الدفاع قصدي نسيت. دفان صدق هو دفان. انسى اخواني يا اخي. وين بعد واحد؟ مو بعد واحد؟ ما اعرف والله. اكو بعد واحد ويانا؟ هذاك الزميل موجود هسه يجي. علاوي حبيبي ابو حسين. انا وايناس اسمع بس. انا وايناس والمخرج والشباب جاي نخطط لك صار 7 ايام شلون نوقع علاوي، شو نسوي للعلاوي. وما يقبل يجي هو. العلاوي ما يقبل يجي طبعا، ما يظهر بكاميرات الخفيه، بس احنا قبل تكون كاميرا الخفيه احنا اليوم نريد نحكي على بعض الروحانيين. لابس محبس لو لا؟ لا لا ما لابس محبس. بعض الروحانيين، بعض العالم. ايناس، ايناس اللي تراجع روحانيين صديقتك انت قلت لي تراجع. تفضل. خليني اسوي مقلب ايناس. اكو اليوم بعض الروحانيين ينصبون على العالم. عصبتني لا صدق انا عصبت والله انه برجال كبير يعني. وعلي من يعصب اي وعلي من يعصب لا غلط. بعد المحمداوي عصب تعبت يعني صدق تعبت. بس مستفز. اكو اليوم بعض الروحانيين ينصبون على العالم. تروح اكو كثير من النساء، كثير من الرجال. انت شو جاي تقول بعض؟ لا الكل. لا يعني بعض ما نريد نخلط. عموما اليوم انت شو تقول لجمهورك لمتابعينك؟ شو تحب تقدم رساله؟ أيه. لا اعتقد هي الرساله وصلت، وانا اول شيء اشكركم على هالبرنامج واسف خاف يعني مفردات طلعت مني بس لين تعصبت. يلا نخلي طوط. وين المخرج؟ يمك بعد. خلي له طوط. يمك انا اسف. لا هي يكون هاي رساله توصل يعني لكل الشعب العراقي مو بس الشباب، لان هاي هجمان بيوت والله ما يرضى بهاي. هم شايف واحد من اصدقائك بدون ذكر اسماء انهم راجع روحاني ناصبين عليه. والله هواي. وناصحهم بس ما يفيد. هم الظاهر يؤمنون بهذا الشيء، انا بالنسبه لي ما اؤمن نهائيا. يعني هو هسه اليوم موجود يقال انه علي المحمداوي شايل خرزه لان كل 3 ايام 4 ايام يشتغل مهرجان. أيوة. $2000 $3000 50 مبدع. يقال وما تقول لي تقول له مبدع. والله يسمع من عندك وين جاي الخرزه؟ يعني ماكو شيء. ماكو شيء اسمه، ماكو شيء اسمه خرزه رزق ولا خرزه ضد الرصاص، ماكو شيء. هو اصلا هو اللي يبيع له خرزه مال رزق، هو جاي يبيع خلاص. صح. منين لخرزة رزق؟ هو خليه يرزق روحه، ليش هو بعد يبيعها؟ صح. نعرض الحلقة ولا لا؟ ايه اكيد. عرضوا. شو بيها صفنة؟ عرضوها هاي ناس. لا يا عرضها نمون على علاوي. مرة ثانية نعرض الحلقة ولا لا؟ لا عرضوها. نعرضها تكون ختامية هذه الحلقة. نسمع شعر من يمك من اشعارك الحلوة الجميلة. خادم. اي ناس تدين على الحب، تدين على الغزل. تحبين وما تقولي لي؟ شو تريدين؟ تقول انسى سوالفي وفكر بياه كان بعد مالك مجال جروح مسائل. تريد ارجع لك احلم طيف ما مر بيك، شارد منك من الحرب ما شارد. اعطر راسي من اشتهي ملقاك شنت، بس هالسلا كل صرت بارد. من هاللحظه خونش عند باك وياك، مو يوميه لا كل لحظه حب واحد. واتونس واموت وهمرد واشتاق، وحتى بقبره بتلقان متواعد. انت اللي علمتني شلون احب وانساك، رغم وياك كنت تساعد وتساعد. الله يعطيكم شكرا للقادر. ربي يحفظكم. شكرا لعلي المحمداوي. واعتذر منكم انا اسف جدا يعني يا عمري. شكرا لعلي المحمداوي. بختام هذه الحلقه اقول لكم انتظرونا باكر بحلقه جديده من برنامج سحرتوني. في امان الله.